نتكلم شويه عن اطلس الخفاء بشكل عام وبعدين نبتدي نتطرق بقى لدور الام من خلال الروايه وطبعا كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك وكل طيبة. سنه وكل ام وكل امراه عربيه مصريه طيبه اتفضلي هي الروايه بتركز على بطل هو شخصيه مراد في الستينات من عمره وعلى وشك التقاعد وشخصيه منعزله وعايشه جوه يعني نفسها شويه متقوقعه جدا اه يعني بعيده عن الناس ومهتم هو باشياء يعني تخصه هو لوحده إنه هو بيكتب بيدون هو شايف أنه هو بيشوف رؤى وبيشوف استبصارات ما حدش تاني بيشوفها وبيبدا يدون تدوينات عن اللي هو بيشوفه لكن معظم هذه الاستبصارات لها علاقه بالماضي بتاعه كانه بيعيد تشكيل حياته تانيه بخياله كانه بيعمل مم. تعويض الحاجات اللي هو محققهاش بيشوفها في هذه الاستبصارات يعني أو... هو في حياته الحقيقيه انطوائي جدا هو حياه بسيطه جدا بس هو عايش حياه تانية في خياله في خياله في آه. وبيدونها وبيكتبها آه ومن خلال هذه التدوينات من خلال ذكرياته وكلام الراوي عنه وكلامه هو عن نفسه آه بنكتشف قد ايه فتره الطفوله مهمه في الشخصيه وقد ايه بتاثر في الشخصية. وقد ايه بتاثر وفتره الطفوله بالاساس الام طبعًا. والجده الجدة اللي تعتبر هي أم كمان آه فبنشوف ازاي هو علاقته متواصلة جدا يعني شخص في 65 سنة، 67 سنة ولسه بياكل الحاجات اللي امه كانت بتحبها الاكلات اللي امه كانت بتحبها كان هذه هي صله بتربطه بيها بيتذكر نصايحها له واحيانا النصايح مخالفه ومناقضه لنصايح جدته فبيبقى محتار هل يسمع النصيحه اللي كانت جدته بتقولها ولا اللي كانت امه بتقولها فهو شخصيه يعني لحد ما غريبه شويه لكن جزئيه دور الام دور بارز جدا في حياته يعني. اوكي كلميني بقى شويه عن دور الام في في الروايه في مع بطل الروايه وايه تاثيرها وكانت ايه الحكايه ما بينه وما بينها يعني هي الام في يعني بتظهر من خلال هي ما بتظهرش كشخصيه واضحه لكن من خلال ذكرياته عنها من خلال الذكريات اللي الراوي بيتكلم عنها آه وهي ام يعني بكل التناقضات اللي هي م. ممكن تبقى حنونه في مواقف اسيا في مواقف آه زينا كلنا زي كل البشر يعني زي كل البشر يعني, يعني, آه. كل البشر آه. يعني آه وازاي هي كان دورها مؤثر يعني مثلا حتى من غير قصد آه الاب دوره شبه غائب في الروايه يعني الكلام عن الاب قليل جدا لكن التركيز بالاساس عن نساء محيطات بمراد في طفولته وشبابه اللي هو الجده والام الحبيبه اخته يعني وانا بكتب ما كانش ده مقصود بشكل واضح لكن في نهايه الكتاب اكتشفت ان العالم بتاعه كانه عالم مكون من النساء او المؤثرات في حياته هن النساء فقط يعني متاثر بيهم جدا أوه. وهو كان بيقعد مع مامته طول الوقت مع مامته وجدته جدته مامته وجدته اه يعني فده واضح بس انا حبيت يبقى التاثير ده بشكل غير مباشر يعني يعني مثلا هو بيحب ياكل نوع معين من الفطائر لان النوع ده كان هو المفضل لمامته جدته مم. بتقول له مثلا نصيحه معينه خاصه بالتعامل مع الغرباء فهو لما بيقابل غرباء في حياته وهو عنده 65 او 67 سنه أوه. بيبقى مرتبك هل أوه. يحذر منهم ولا يبقى لطيف معاهم هل يسمع نصيحة جدته ولا مامته يعني ف... <applause>